أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، فيها تتابعون: وثائق فساد نشرتها قناة بلقيس تتصدر مواقع الأخبار اليمنية. موقع يتساءل بعد شهر من إقالة محافظها السابق، من يحكم مدينة عدن؟ طبيب يعالج مرضى من ثلاث محافظات تركه زملاؤه وحيدا ولم يبق معه غير عدد من الممرضات. وصحيفة عربية تتحدث عن طريق الموت في اليمن، يعبره الآلاف يوميا وعشرات السيارات محطمة على جانبيه. ومن صحيفة القدس: لأنها لا تملك المال، امرأة سورية تضع مولودها أمام مستشفى وسط لبنان. أهلا بكم مشاهدينا. الوثائق التي نشرتها قناة بلقيس الفضائية تم تداولها على نطاق واسع في المواقع الإخبارية اليمنية، وتصدرت الوثائق عناوين الأخبار عنوان موقع يمن مونيتور. وثائق عن تورط عسكريين في عمليات فساد تجتاح شركة صافر النفطية اليمنية، وعلق الموقع: تشير وثائق نشرها تلفزيون يمني أن عمليات فساد تجتاح شركة صافر النفطية التي تعد المنتج الوطني الوحيد للنفط والغاز الطبيعي المسال. وحسب الوثائق التي نشرها تلفزيون بلقيس مساء الأربعاء، فإن هناك عمليات فساد وعبث واستنزاف لموارد الشركة أدى إلى فقدانها التوازن وهددها بالانهيار. وتشير مذكرة مكتوبة للمدير التنفيذي للشركة أحمد علي كليب إلى الرئيس اليمني إلى أن إدارته حاولت القيام بإصلاحات ومعالجات داخل الشركة، لكنها اصطدمت بالكثير من العراقيل، كما أنها لم تجد دعما حكوميا حتى في تجاوز المشكلات ومظاهر الفوضى، بل واجهت خذلانا رسميا وتهاونا مقصودا. من جانبه علق موقع بوست حول الوثائق التي نشرتها بلقيس مركزا على التدخلات العسكرية في عمل شركة صافر. قال الموقع: إن الوثائق أظهرت تدخلات ضباط ومسؤولي حماية الشركة على اتخاذ القرارات أو فرض قرارات أخرى ومنع بعض الموظفين من دخول الشركة. وقالت الوثائق: إن الشركة تتعرض لنهب منظم للنفط الخام من الآبار، وأشارت إلى ضبط شاحنات لأحد القادة الأمنيين الذين يتولون حماية الشركة وهو يشرف على عملية التهريب للنفط الخام. ووفقا للوثائق، فإن قادة أمنيين يفرضون إتاوات تصل إلى 95 مليون ريال يوميا على قاطرات الغاز والشركات الصغيرة العاملة. سبق للعرب أن عاشوا حالات تمزق ووهن كما هو حاصل الآن، ويذكر بها الكاتب الفلسطيني فايز رشيد الذي يستشهد بصراع قديم أفقد العرب نفوذهم في بلدان عديدة ومنها تم محوهم. قال الكاتب في صحيفة القدس العربي: ما أشبه الليلة بالبارحة، فالوضع العربي الراهن يشابه عهد ملوك الطوائف في الأندلس. فقبيل طرد العرب منها كان الحاكم العربي في إمارته يستعين بالعدو الأسباني ليحارب أخاه، وثق أبو عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة بوعود ملكي قشتالة فرناندو وإيزابيلا اللذين أقسما ألا يقيم حفل زواجهما إلا في قصر الحمراء، وقع معه صلحا وبعد فترة طالباه بتسليم المدينة. ولأنه استسلم في البداية وخارت ركبته من القتال، سلمهما مفتاح غرناطة مقابل شروط له قبلها، ولما احتلوا المدينة نقض الشروط وقام بطرده. في طريقه إلى المنفى في المغرب وقف في منطقة جبل البشارات المطلة على المدينة الضائعة وبكى. خاطبته أمه عائشة الحرة قائلة: ابكي كالنساء ملكا لم تحافظ عليه كالرجال. ابتلع دموعه واستمر في طريقه إلى فاس. التاريخ يكرر نفسه، ولكن هذه المرة بشكل أكثر ملهاة ومسخرة. يجري تهويد القدس والمسجد الأقصى وحائط البراق، وقد أقرت حكومة العدو مؤخرا بإقامة 2600 وحدة استيطانية جديدة
بالطبع يفتقد حتى الاستنكار، فما بالك بالقتال لتحرير أولى القبلتين والثالث الحرمين الشريفين، بل تتم إقامة تحالفات مع العدو الصهيوني. الأموال تذهب إلى واشنطن، ولا يجري التبرع بملايين قليلة منها للمحافظة على عروبة القدس. يقول المبدع المرحوم نزار قباني في قصيدته: متى يعلنون وفاة العرب؟ أنا بعد 50 عاماً أحاول تسجيل ما قد رأيت. رأيت شعوباً تظن بأن رجال المباحث أمر من الله، مثل الصداع ومثل الزكام ومثل الجذام ومثل الجرب. رأيت العروبة معروضة في مزاد الأثاث القديم، وما رأيت العرب. يتساءل موقع عدن الغاد في صفحته الرئيسية حول من يحكم عدن. يقول الموقع: إن أهالي المدينة محتارون في الجهة التي تدير المدينة بعد تضارب صلاحيات جهات تنفيذية عدة عقب إقالة المحافظ السابق عيدروس الزبيدي من منصبه. يضيف الموقع: رغم صدور قرار رئاسي بتعيين محافظ جديد للمدينة، إلا أنه يبدو غير قادر على إدارتها، حيث لا يزال مبنى الحكومة ومنزل المحافظ بيد المحافظ المقال. يتابع الموقع: لا يزال المنزل الخاص بسكن المحافظ بيد عيدروس الزبيدي، ولا تلح في الأفق أي بوادر لتسليمه لخلفه الذي يسكن في قصر المعاشيق. على نطاق واسع يبدو أن التنازع على منصب حاكم المدينة لا يزال قائما حتى اليوم، رغم صدور قرار الإقالة والتعيين قبل أكثر من شهر، وانعكست حالة الضبابية هذه على واقع المدينة وتحسن الخدمات فيها. بعد مرور ما يقارب الأسبوع على مقتله، المرصد اليمني لحقوق الإنسان يدين جريمة قتل الشاب محمد خير عثمان في الصالة الرياضية في مدينة البريقة في محافظة عدن. وحمل المرصد السلطات المعنية في عدن المسؤولية الكاملة، مطالبا بسرعة التحقيق في حوادث الاغتيالات المتكررة ضد نشطاء المجتمع المدني والقبض على الجناة وبتقديمهم للعدالة. وأبدى المرصد قلقه من تزايد العمليات الإرهابية في عدن، والتي وصلت حد التصفية الجسدية للمعارضين والمخالفين وأصحاب الرأي. وتعرض الشاب محمد خير عثمان وهو البالغ من العمر 17 عاماً للقتل يوم الجمعة 3 يونيو الجاري على يد مسلح مجهول. وقال المرصد في بيان صادر عنه أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، والمؤشرات تقول إنها لن تكون الأخيرة، حيث يبدو واضحا أن هناك جهات تقف خلف العمليات الإرهابية المتزايدة والتي تستهدف النشطاء في محاولة لكبح المجتمع وإسكاته من خلال القتل والتنكيل. المؤامرة على عدن، تحت هذا العنوان كتب أحمد ناصر حميدان مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد. تكالبت على عدن كل المصالح الضيقة بما فيها الإقليم الذي كان يعبث عبثا بأدواته من سلطة الفساد والاستبداد، صار اليوم يعبث بشكل مباشر وله أدواته القابضة على الأمور. عبث الماضي هو نفسه الحاضر. التركيز على تدمير البنية التحتية والركود الاقتصادي واحتكار حركة التجارة لصالح مواقع اقتصادية وموانئ منافسة لعدن كمنطقة حرة ومركز تجاري. المهمة اليوم يسعي إلى إبقاء الحال على ما هو عليه حتى تتضح الرؤية لهم وضمان عدم المنافسة. الشعور بخطر استعادة عدن موقعها أو نهضتها. مؤامرة تمتد خيوطها من عشرات السنوات في صفقات فساد للسيطرة على ميناء عدن ومطارها. بالمختصر المفيد، عدن تحت الحصار وضحية أطماع دوائر واحتكارات وعصابات رأسمالية في المنطقة والإقليم وعلى الأرض. لا زالت الصورة الرائعة لعدن الحرة والفخر حاضرة في البال، حاضنة للثقافات والتنوع العرقي والفكري والثقافي، والوعاء الذي ينضح حباً ووئاماً وتسامحاً. عدن المدنية ومنبر لكل صوت حر يرفض الظلمة والعنصرية. عدن اليوم في صراع مع حركة التاريخ، في صراع مع التخلف والجهل والمرض والعصبية والقبلية والبداوة. تحاول أن تنهض، وفي طريق نهضتها تحديات ومعوقات.
فلا ننكر أن جزءا من ذلك هم من أبنائها الذين جروا خلف ذلك الواقع المعيق لنهضة عدن، أرهقوهم فكريا ومعنويا حتى صاروا يصدقون ما يقال ويعيشون أوهاما دغدغة المشاعر، لا يقرؤون المواقف والتصريحات جيدا بل يعيشون على الإشاعات والتسريبات التي هي جزء من المؤامرة. فهل ما حدث ويحدث درس كاف ليفهم الناس حقيقة ما يدور من صراع مصالح اقتصادية؟ عن طبيب واحد يستقبل مئات المرضى أسبوعيا يتحدث موقع أرصفة ويعنون: طبيب ومشفى وحيدان يكافحان خطر الكوليرا في ريف شرعب. ووفقا للموقع فإن الدكتور جلال الفهيدي يكافح وحيدا في مستشفى يفتقر إلى التجهيزات الكافية لمواجهة الوباء بشكل مخيف لإنقاذ حياة المصابين من أبناء بلدته شرعب وما جاورها من مناطق وسط ظروف صعبة للغاية. يضيف الموقع: الطبيب يعمل في مستشفى الحرية الريفي في مديرية شرعب الرونة في محافظة تعز برفقة 4 ممرضات مستقبلا حالات الإصابة بالكوليرا. ويقول جلال وهو المتخرج من رومانيا في العام 95 بأن المستشفى الذي يديره استقبل أكثر من 450 حالة إصابة بالوباء، وأنه يستقبل 30 حالة في اليوم الواحد على الأقل من مختلف الأعمار. يتضاعف الحزن لدى الطبيب أكثر على الحالات التي تموت قبل وصولها المشفى، كالطفل زياد نشوان حمود ذي 5 أعوام والذي توفي قبل وصوله مشفى الحرية الريفي. وقبل قراءة الصحافة العربية نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. كل أسباب الموت التي تقضي على اليمنيين اليوم لم تعد كافية، كما تقول صحيفة العرب الجديد تضيف إليها أسبابا أخرى. طريق الموت هكذا صار يسمى ذلك الذي يصل اليمن بالسعودية والذي يعد شريان حياة، إذ يعبره الآلاف من المسافرين يوميا ولا سيما المغتربين اليمنيين في السعودية ودول الخليج الأخرى. فهؤلاء يفاجؤون بعدد كبير من الحفر والمطبات بالإضافة إلى رمال زاحفة تغطي طريق الإسفلت بالكامل، ما يؤدي إلى انقلاب السيارات التي تتحرك عادة بسرعة فائقة لاعتقاد السائقين بأن الطريق سالك وليس هناك ما يستوجب تخفيف السرعة. السائق عبد اللطيف العباب يصف هذا الطريق بأنه الأقصر إلى الموت، وبمجرد المرور عليه تشاهد عشرات السيارات المحطمة مرمية على يمينه ويساره بعد انقلابها على إثر انفجار إطاراتها بسبب الحفر أو لأسباب أخرى. الإعلامي علي عويضة المقيم في محافظة مأرب قال للعرب الجديد: زيادة الحفر والتشققات على هذا الطريق تجعله غير مهيئ للحركة الكبيرة، يحتاج إلى صيانة وتوسيع بصورة عاجلة. صحيفة الاتحاد عنونت في أخبارها حول اليمن: 4500 مريض بالسرطان مهددون بالموت في الحديدة، حيث يواجه أكثر من 4500 مريض بالسرطان في الحديدة الساحلية خطر الموت في ظل نفاذ كميات الأدوية والعلاجات الخاصة بالمرضى. المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في الحديدة أطلقت مناشدة إنسانية عاجلة للجهات الرسمية والمنظمات الصحية والإغاثية العربية والدولية لتوفير أكثر من 20 صنفا من الأدوية الخاصة بمرض السرطان. حذرت المؤسسة أيضا من تأخر الإغاثة الطبية والأدوية العاجلة، خاصة بعد ظهور مؤشر كارثة إنسانية بحق مرضى السرطان تفوق حالات المجاعة التي صدمت المجتمع العام الماضي. يشكل عملاء إيران الإقليميون خاصة في العراق، سوريا، اليمن المفتاح لتحقيق هدف إيران الاستراتيجي الأساسي الهادف إلى إنهاء الدور العسكري الأمريكي في الخليج العربي والتنافس مع جيرانها على السيادة والتفوق الإقليمي. هذا مقتطف من مقال كتبه إيفشون ستوفا في فورين بوليسي الأمريكية، وقال في أجزاء من المقالة: في كل من سوريا واليمن والعراق تزايد نفوذ إيران السياسي سوية مع وصولها العسكري،
ومن خلال هذه الجهود أسس جهاز الحرس الثوري الإيراني تحالفا عسكريا مواليا لإيران وعابرا للحدود. وحده أثبت شدة مراسه في الحرب وتبنى المعطيات الأيديولوجية لنظام إيران الثيوقراطي. وقد شكل استثمار الحلفاء المشابهين في الفكر هدفا أساسيا لجهاز الحرس الثوري الإيراني منذ تأسيسه. وبعد 4 عقود تقريبا بدأ في تحقيق النجاح في ذلك الجهد. وهكذا لم يعد موضوع نشاطات إيران العابرة للحدود مسألة صغيرة، وتستحق الأطروحة القائلة بأن لدى روحاني أولويات دبلوماسية أخرى أن تؤخذ مع حفنة من الملح. يقال أن جهاز الحرس الثوري الإيراني اعترض على إعادة انتخاب روحاني في جزء منه لأنه عمل من أجل تقييد يد الجهاز في اليمن خلال مفاوضات الصفقة النووية، لكن حكومته تقف علانية وراء عمليات إيران السرية في المنطقة وتنفي وجود كل عملياتها السرية. في الحقيقة في المعركة من أجل السيطرة على الشرق الأوسط كان عملاء جهاز الحرس الثوري الإيراني المتشددون يشكلون المعادل الكبير، فبينما أنفق جيران إيران مليارات الدولارات على شراء الأسلحة التقليدية، استثمرت إيران في قوى بالوكالة رخيصة التكلفة نسبياً والتي أثبتت فعاليتها في مسارح عديدة. وقد منعت هذه القوى العراق من أن يصبح تابعاً أمريكياً، وأنقذت سوريا من الخضوع للمتطرفين السنة المدعومين من أمريكا ودول خليجية، وأعادت توجيه انتباه وموارد هذه الدول بعيداً عن سوريا من خلال إشعال نار حرب في اليمن. وقد تصاعد نفوذ إيران في تلك البلدان نتيجة لذلك، وكذلك فعل نفوذها في المنطقة. منعتها إدارة المستشفى من دخول فوضعت مولودها أمام المستشفى، هذا ما قالته صحيفة القدس العربي عن امرأة سورية في لبنان. سيدة سورية تنجب على باب مستشفى في لبنان، قالت التفاصيل. أظهرت صور تناقلها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي امرأة من الجنسية السورية وقد وضعت مولودها على باب أحد المستشفيات اللبنانية. قال النشطاء إن الواقعة حصلت أمام مدخل مستشفى سيدة لبنان في جونيا شمال العاصمة بيروت، مشيرين إلى أن إدارة المستشفى رفضت دخول السيدة السورية للولادة بسبب عدم التوفر المالي معها، وقد تم إدخال السيدة لاحقا إلى المستشفى مع طفلها لتلقي العناية اللازمة. من لبنان إلى إسرائيل، حيث تصادق على بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة، وهذا ما أوردته صحيفة الحياة اللندنية، والتي قالت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أطلق العنان لحملة بناء واسعة في الضفة الغربية المحتلة بإعلانه قرار البناء في جميع أنحاء يهودا والسامرة. تزامن تصريحه مع إعلان لجنة التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية في جيش الاحتلال إقامة نحو 2000 وحدة سكنية جديدة في عدد من المستوطنات، ومشروع أكبر لوزير البناء والإسكان لبناء 67,000 وحدة سكنية تمتد من شرق تل أبيب حتى مستوطنات الضفة. وتباهى نتنياهو بأنه بعد 10 سنين سيكون أول رئيس حكومة يقيم في يهودا والسامرة يقيم مستوطنة جديدة لمستوطني عمونة الذين تم إجلاؤهم قبل أشهر بأمر من المحكمة. أضاف موجها كلامه لقادة المستوطنين في احتفال خاص بمرور 50 عاما على حرب 67. أعدكم بأنه لن يتم اقتلاع مستوطن واحد من بيته، وأنا أبذل كل ما في وسعي من أجل الحفاظ على المستوطنات وعلى دولتنا. خلص باحثون بريطانيون إلى أن الزواج جيد للصحة بشكل عام، ويزيد من فرص النجاة في حال معاناة الأفراد من أي من الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتهم بأمراض القلب مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وفقا للبي بي سي. فإن دراسة شملت نحو 250,000 بالغ في بريطانيا لباحثين في أمراض القلب بينت أن الزوج المحب قد يجبر على العناية بنفسه بشكل أفضل. يذكر أيضا أن جميع المشمولين بالبحث كانوا يعانون من ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع في نسبة الكوليسترول في الدم وداء السكري،
وكان رئيس فريق البحث الدكتور بول كارتر وزملاؤه من كلية أستون الطبية قد أثبتوا في السابق أن الزواج له علاقة وثيقة باحتمالات النجاة من النوبات القلبية، ويسهم في وقاية القلب من عناصر الخطورة المعروفة مثل الكوليسترول، ارتفاع ضغط الدم. وخلص الباحثون إلى أن النسوة والرجال الذين يتعدون 50 من أعمارهم والمصابين بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لديهم فرصة للبقاء على قيد الحياة تزيد بنسبة 16% عند نهاية الدراسة التي استغرقت 14 سنة، فيما لو كانوا متزوجين. وينطبق ذات الشيء على المصابين بداء السكري وارتفاع ضغط الدم. نظرا لأهمية الأطروحات التي ذهب إليها الكاتب خونو تيغتخي في مقاله المنشور في لو فيغارو الفرنسية، فإننا نواصل نشر جزء ثاني من مقاله الذي أحدث صدى واسعا لدى الباحثين. وقال الكاتب: يصيبنا الحاضر وفوضاه بالدوار، فنلجأ على شاكلة الرومنطيقيين إلى الماضي ويشدنا الحنين إليه، وتذكرنا بالقرن 19 سمة سياسية راهنة هي المنطق الإمبراطوري. فحين تعمد موسكو إلى ضم القرم، يعلق جون كيري صاحب الأطوار الغريبة بالقول: في القرن 21 على الدول ألا تنتهج سياسة القرن 19، ويقر ضمنا بأنه لم يفهم ملاحظة صحفية أوجيني باستي: ها هو العالم القديم يعود، وتنافس الدول الكبرى يقع عليه المراقب في آسيا كذلك، ومحللون لا يحصون نبهوا إلى الشبه القوي بين بروز الصين وتصديها للولايات المتحدة واليابان، وبين بروز قوة ألمانيا إزاء بريطانيا. وتستعيد الصين والهند حصتهما من الإنتاج العالمي والمكانة التي كانت لهما في أثناء القرن 19. ونتذكر هنا جون كينز حول علاقة توازن السوق بعرضه وطلبه وأسعاره وعمالته على المدى البعيد. لا شك في ذلك، إلا أننا كلنا على المدى البعيد مائتون، وفي مقدورنا القول إن نظام كوريا الشمالية لا محالة مصيره إلى الانهيار، ولكنه في الانتظار مقيم لتعس السكان. صحيفة لو غارديان نشرت مجموعة من الصور لأبرز أحداث الأسبوع والتي التقطتها عدسات المصورين من مختلف أنحاء العالم. نتابع سويا. إلى السياسة المرسومة أترككم في مشاهدة ممتعة أتمناها لكم مع الكاريكاتير، وحتى ألقاكم في أمان الله وحفظه.